اهلا وسهلا بكل متابعي السادسه، حلقه جديده تبدا مع حضراتكم. كل التحيه في البدايه. اجواء الاهلي وسيم بقى، لمسات الاخيره للفرقتين ما قبل مباراه الغد هنتابعها مع حضراتكم في حلقه النهارده. الجوله الاولى انتهت، ادت انطباعات تقدر تقول مبدئيه عن شكل المنافسه وشكل البطوله ومين هو الاقرب للتاهل على الاقل حسابيا. الاهلي على حساب سيمبا حقق تعادل ايجابي خارج ملعبه في انتظار مواجهه بكره، وان شاء الله الاهلي قادر باذن الله على الحسم. سان داونز تقدم خارج الارض في انجولا على بيترو دي لواندا او بيترو اتلتيكو بنتيجه 2-0، وبالتالي وضع قدم في دور قبل النهائي. امبارح تابعنا مواجهتين من العيار الثقيل، الترجي في مواجهه مازيمبي، الترجي خسر خارج ارضه بنتيجه 1-0، وما زالت النتيجه معلقه لانه في ظني الترجي قادر على التعويض في تونس. اما مباراه الذهاب بين انيمبا النيجيري على ملعب انيمبا بين بطل طبعا المغرب ووصيف في النسخه الاخيره من دوري الابطال الوداد وانيمبا، انتهت لصالح الوداد خارج ارضه بفوز بنتيجه 1-0. هنتابع مع حضراتكم النهارده كواليس واللحظات الاخيره واللمسات الاخيره للاهلي وسيمبا في حلقه النهارده. وخليني ابدا من الاخر، يمكن النهارده حضراتكم عارفين او للي ما يعرفش طبعا، النهارده بيبقى الميديا داي، بيبقى مسموح لوسائل الاعلام انها تخش وتجري لقاءات صحفيه مع نجوم الفرق سواء لعيبه او مديرين فنيين. تعالوا نتابع اول لقاء معانا النهارده، هنتابع طبعا تفاصيل المؤتمر الصحفي للفرقتين واستعداداتهم وهننقل لحضراتكم تمرينه الاهلي النهارده. لكن خلينا نبدا مع واحد من نجوم لقاء الذهاب، ومش بس لقاء الذهاب، واحد من نجوم الاهلي المتالقين في الفتره الاخيره، واللي بيتهيأ لي يمكن لو ما كانش سيناريو المباراه يعني مشي بالشكل ده وسيمبا قادر يرجع في النتيجه ويسجل هدفين في بدايه الشوط الثاني كان استمر لغايه نهايه المباراه. لكن كولر فضل يامن النواحي الدفاعيه بنزول مروان عطيه على حسابه وهو محمد مجدي قفشه. تعالوا نشوف تصريحات قفشه لوسائل الاعلام ونرجع لحضراتكم. ان شاء الله تكون من حظنا احنا كنادي الاهلي باذن الله. ماتش اللي هناك كان ماتش كويس وماتش كبير، وانا اعتقد ان احنا قدمنا ماتش كبير جدا، نتيجه ايجابيه 2-2، وان شاء الله بكره ما عندناش اي حاجه تاني ولا اي تفكير تاني غير اللي احنا نصعد باذن الله. يعني انا اسف، يعني انت مش من حقك انك تقول على لعيب يضيع او ما يضيعش، دي حاجه مش بتاعتك، بترجع للمدرب. المدرب هو اللي يتكلم وهو اللي يقول مين ضيع ومين ما يضيعش، هو اللي يعدل مش اللعيبه. المدرب هو صاحب القرار في كل حاجه يعني. بس احنا ما ضيعناش، ضيعنا هناك فرص او كل حاجه، لكن زي ما ضيعنا زي ما جبنا. لكن هي الكره كده، لازم توصل ولازم تضيع ولازم تجيب، مش دايما هتجيب ومش دايما هتضيع. يعني قصه زي ما انا قلت قبل كده، اللي انت تلعب في النادي الاهلي وانت من حظك وقدرك في الحياه ان انت تلعب في النادي الاهلي. طالما لعبت في الاهلي لازم تستحمل، لازم تبقى راجل، لازم تبقى عندك شخصيه بتاعتك، لازم تبقى لعيب كبير، لازم تفكر في حاجات كتير، لانك انت في السنه بتلعب ماتشات كتير، بتلعب لا يقل من 60 ل 70 ماتش. فحته الروتيشن والحاجات دي كلها برده مش بتاعتي ولا بتاعت اللعيبه، دي بتاعت المدير الفني، هو صاحب القرار فيها يعني. بس فاحنا كلنا بنبقى مستعدين وكلنا جاهزين، وكل واحد بيبقى نفسه ان هو يبقى موجود ونفسه ان هو يلعب على طول عشان يحقق حاجه ويعمل حاجه لنفسه والنادي الاهلي يعني. يعني طبيعي ومتفق مع قفشه في جزء كبير من الكلام اللي قاله، وخصوصا في جزئيه انه لعيبه النادي الاهلي او اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي ويلبس تيشيرت الاهلي بيتعرض لضغوط كبيره جدا، ومتفاهم طبعا جزء كبير من كلامه، وخصوصا انه اللعيبه قبل يمكن الجمهور بتبقى زعلانه لما بتحس انه في ماتش كان قريب منها او ماتش في ايديها وما قدرتش تفنش بالشكل الكويس. لكن اللي عايز اقوله لقفشه ان الجمهور، جمهور الاهلي تحديدا، بيزعل جدا 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 على كل فرصه ضايعه بصرف النظر عن المكسب والخساره. وبالتالي ومارسيل كولر شخصيا يمكن قال ده في اكتر من مؤتمر صحفي، انه اكتر حاجه بتضايقه الاهلي معدل تسجيله للاهداف عالي جدا، معدل الفعاليه الهجوميه بتاعه هو المشكله. عدد الفرص اللي انت بتقدر تخلقها على مدار المباراه مقارنه بالفرص اللي انت بتقدر تفنشها عامل قلق للراجل. وبالتالي واحده من الحاجات او من الدروس المستفاده عدت علينا في بدايه الموسم مع اتحاد العاصمه، ويمكن شفنا ملمح منها في مباراه امبارح. فلما حد بيتكلم في ده يبقى هدفه ان احنا نتفادى المطبات دي بعد كده. طيب النهارده مارسيل كولر ومحمد شناوي كابتن النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي الحقيقه اتكلموا في المؤتمر الصحفي. تعالوا نشوف اهم ما جاء على لسان كولر والشناوي في المؤتمر ونرجع لحضراتكم. احنا سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا
ثقة في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس. لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراة وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجة طبعا بالنسبة لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجة ايجابية الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز. هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل. احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت اوتوميه نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول. يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشاركه تمرين امبارح بشكل عادي جدا. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس. عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا ال60 مباراه. عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير. التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض. انا ما عنديش اصلا فكره التشكيل الاساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله. طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولاني. احنا عندنا شوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراة صعبة، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراة، وان شاء الله يعني نتأهل بكرة ان شاء الله. كباتن الفرقة اللي موجودة يعني مش انا الواحد اللي ببقى موجود بيتكلم مع الفرقة، احنا ماشيين بقالنا سنة سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معنا وبيتكلم معنا. احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما نفكرش في الماتش اللي بعديه. ده الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله، وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا، وعارفه اهميه البطوله، وعارفه اهميه المباراه، وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا، وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش، وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني. طيب هناخدكم كمان النهارده طبعا التمرين الرئيسيه لسيمبا وللاهلي. الاهلي بيتدرب في التتش والضيوف بيتمرنوا في استاد القاهره، والفرقتين بداوا التمرين، وهننقل لحضراتكم الكواليس. بس قبل ما نروح للمؤتمر الصحفي لروبرتيني اوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا، خلينا نروح للاهلي الاول، نطمن من خلال زميلنا فاروق صلاح اللي موجود في الاهلي في الجزيره دلوقتي على استعداد الفريق وعلى قائمة النادي الأهلي وعلى جاهزية نجوم الفريق إن شاء الله لمباراة بكرة. يا فاروق مساء الخير. برحب بك زميلي العزيز أحمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومن محيط ملعب مختار التتش. وزي ما بنقول وبنأكد، لا صوت يعلو فوق صوت مباراة العودة الأهلي وسيمبا، مباراة مهمة جدا في مشوار الأهلي هذا الموسم. نتمنى كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله في هذه المباراة، ويتجاوز هذه العقبة وطبعا الانتقال إلى الدور الثاني، ثم إن شاء الله استكمال البطولة واقتناص الكأس الأولى بإذن الله. تدريبة الأهلي الرئيسية ملامحها برنامج مستر مارسيل كولر مع الفريق النهاردة. فاروق وعايز اطمن منك على قائمه النادي الاهلي. يمكن في المؤتمر الصحفي مستر كولر اكد على جاهزيه كتير من اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه الذهاب. كنت امبارح اتكلمت على جاهزيه امام عاشور، على جاهزيه عبد المنعم، على جاهزيه معلول. عايز اعرف النهارده وعايز اعرف منك مودست اخباره ايه. انا عرفت برضو انه نزل امبارح التدريب، شارك بشكل كامل ولا لا، ومدى جاهزيته. هو كان امبارح بيتمرن في الجيم اعتقد، ومدى جاهزيته للوجود في التدريب النهارده ولا لا.
يعني خليني في البداية زميلي أحمد أطمنك. طبعا كان اليوم المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سيمبا وأيضا المؤتمر الصحفي لمستر كولر والكابتن محمد الشناوي اللي اتكلموا على هذه المباراة ويعني آخر الكواليس واستعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة. وزي ما صرح مستر كولر الأهلي كامل العدد إن شاء الله في مواجهة فريق سيمبا. عايز أطمنك على كافة اللاعبين. تقدر تقول النادي الأهلي بيستعيد عناصر كتير جدا كان بيفتقدها في المباراة الأخيرة. بأكد لك جاهزية أنطوني موديس وزي ما حضرتك وضحت بالظبط زميلي احمد ان هو بالامس اجرى يعني جانب من التاهيل بعد طبعا نزله البرد اللي كان اصيب بيها اللاعب خلال الفتره الماضيه. باكد لك جاهزيته بيشارك النهارده في التدريب الجماعي بالكامل وباكد لك جاهزيته ووجوده في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. باكد لك ايضا جاهزيه محمد عبد المنعم وعودته للنادي الاهلي في هذه المباراه وايضا وجوده في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. وجود ايضا وعوده علي معلول الاضافه قويه جدا وعودته ايضا للنادي الاهلي. باكد لك ايضا على جاهزيه ووجود محمود متولي كريم نيدفيد ايضا جاهزين لهذه المباراه. امام عاشور وجاهزيته التامه اعتقد يعني واحد من اللعيبه تقدر تقول ان شاء الله يكون في التشكيل الرئيسي للنادي الاهلي طبقا للي احنا شايفينه في هذه التدريبات الجماعيه النهارده المستر كولر. تقدر تقول وباكد على كلام مستر كولر الاهلي جاهز الاهلي كامل العدد بمنتهى الجاهزيه لكافه اللاعبين. تقدر تقول زميلي احمد اللي هيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه يعني خارج حسابات مستر كولر في هذه المباراه هو كريم فؤاد وعمرو السليه اللي بالامس طبعا شاركوا في الجزء الاخير من البرنامج التاهيلي. لكن ان شاء الله بعد مباراه سيمبا التنزاني نبدا نشوف بقى كريم فؤاد ونبدا نشوف عمرو السليه ان شاء الله في التدريبات الجماعيه للنادي فاروق الاهلي. وانا وانت معايا على الهواء اسمحلي بس اقف يعني انا شايف اكرم توفيق واكرم توفيق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واحد من اللعيبه المهمه جدا عارفين ان هو جاهز وبيشارك الفتره الاخيره بشكل كويس جدا في التدريبات سافر مع البعثه في تنزانيا. ايه اخبار اكرم البرنامج اللي محطوط له لتجهيزه امتى ممكن لو عندك معلومه امتى ممكن حتى لو بشكل تدريجي يتم الدفع بيه في ماتشات؟ يعني تقدر تقول زميل احمد اكرم جاهز النهارده موجود في التدريب بالكامل اعتقد بنسبه كبيره جدا موجود في قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد باذن الله. اكرم توفيق واحد من العناصر طبعا المهمه للنادي الاهلي. طبعا انت عارف يعني لظروف الاصابه الفتره الطويله اللي غاب فيها اكرم توفيق مستر كولر ما كانش عنده يعني استعجال ان هو يدفع بيه فكان بالنسبه له اكرم توفيق ماشي في برنامج تاهيلي موضوع لاكرم توفيق الى جانب طبعا الشغل الفني ومشاركته في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي مشي في برنامج تدريبي اكثر من مميز يعني بالنسبه لاكرم توفيق. طبعا مع الدكتور محمود حمدي طبعا اخصائي التاهيل في النادي الاهلي اللي زي ما حضرتك شايف يا احمد الصوره واكرم توفيق يعني في جزء في كده في التدريب الجانب التاهيلي مع محمود حمدي. لكن باكد لك جاهزيته بيشارك في التدريبات الجماعيه في الوقت اللي انا بكلمك فيه بيشارك في المران الجماعي او في يعني خلاص الرتوش الاخيره للنادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. واحد طبعا زي ما انت قلت واحد من العناصر المهمه للنادي الاهلي تقدر تستفيد منه في اكثر من مركز. لكن طبعا جاهزيه كافه اللاعبين الى جانب اكرم توفيق ده الامر اللي بياكد عليه مستر كولر باكد عليه من خلالك عوده كافه هؤلاء اللاعبين والعناصر المهمه في فريق النادي الاهلي تدي يعني مزيد من القوه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه. طبعا اليوم النهارده زي ما قلنا اللي كان المؤتمرين الصحفيين النادي الاهلي تقدر تقول ايضا خلاص النادي الاهلي طبعا بالزيه الرسمي والرداء الاحمر للنادي الاهلي الزي المميز غدا للنادي الاهلي في هذه المباراه. مستر كولر قبل المران اجتمع مع اللاعبين في محاضره مع اللاعبين اتكلم طبعا على خلاص ضروره نسيان مباراه الذهاب مش عايز ان احنا نفكر في المباراه وانتهت. انا داخل المباراه النتيجه 0-0 انا داخل المباراه من الاول وجديد مهم جدا ان انا افوز. صحيح ويجب كمان فاروق استغلال النتيجه الايجابيه اللي يمكن صدرت الضغط اكتر على فريق سيمبا في مباراه الذهاب واصبح هو المطالب بالمبادره وده يمكن يدي فرصه لمستر مارسيل كولر ولفرقه النادي الاهلي بكره ان شاء الله انها تنجح في تحقيق فوز مريح يطمننا على المشوار اللي جاي وخصوصا ان المواجهه الاقرب لينا في حاله تخطي سيمبا هتكون مع سان داونز. عندنا كلام كتير ولسه متابعه سيمبا وتمرينته النهارده والمؤتمر الصحفي بس اسمحوا لنا فاصل ونرجع لحضراتكم. هي تقريبا القاره الوحيده من دون كل القارات اللي سيطره فيها للكبار يعني في امم اوروبا او في كوبا امريكا تلاقي فريق ما كانش متوقع يفوز بالبطوله يقدر يزيح المنتخبات الكبيره ويحقق اللقب. تشيلي عملتها باراجواي عملتها ولو ان باراجواي زمان كانت طبعا من القوى العظمى في الكره اللاتينيه.
نشوف الدنمارك، نشوف اليونان في أوروبا، لكن في أفريقيا هل ده ممكن يحصل؟ وهل النسخة اللي جاية ممكن تحمل مفاجأة؟ خلينا ناخد رأي برونو رايس محلل أداء لفريق أو منتخب الكاب فيردي، واحد من المنتخبات اللي هتكون مع منتخب مصر في مجموعتها في بطولة أمم أفريقيا، طبعا إلى جوار غانا وإلى جوار موزمبيق. برحب بيك بداية وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. برونو رايس، خليني في البداية أعرف رأيك في القرعة وإزاي بتشوف وقوع منتخب كاب فيردي مع منتخب مصر وغانا وموزمبيق. اوكي، يور اوبينيون. حسنا، شكرا لكم. هي مجموعة صعبة بالفعل، ولكن لا أعتقد أن أننا كنا محظوظين أو غير محظوظين، وإنما هذا هو الحال. ستواجه منتخبات قوية وغير ذلك. بالطبع يوجد منتخبات أقوى من غيرها، ولكن هذه هي كرة القدم الإفريقية، هي متوازنة نوعا ما. كل المباريات ستكون صعبة لمصر، وستكون صعبة لغانا، وستكون صعبة لنا ولموزمبيق كذلك. يعني بيقال دائما انه بالذات يمكن واحدة من اهم ادوار محللي الاداء طبعا في متابعة المنتخبات المنافسة، انه بعد الاعلان عن القرعة والفرق اللي انت هتواجهها بيبتدي مع المدير الفني يحط السيناريو الافضل، خارطة الطريق زي ما بيقولوا، ازاي ممكن يحصل على تذكرة تأهل للادوار الاقصائية بعد كده. ايه السيناريو الامثل، وهل في هدف عند منتخب الراس الاخضر بالفعل التاهل وتجاوز دور المجموعات؟ حسنا، نحن نعم نريد ان نؤمن اننا لدينا الفرص. فاخر مره كان لدينا الفرص، وهذه المره ايضا لدينا الفرص. بالنسبة للسؤال، الجزء الأول من السؤال، فدور المحلل هو وقد بدأناه بالفعل. بدأنا ننظر إلى إمكانيات أو مدى إمكانية اجتياز المباريات الصعبة. المعلومات، جمعنا معلومات، جمعنا الأرقام، ولكن لأكون صادقا، يوجد بعض المباريات مهمة جدا لنا، لأن الآن لدينا فرص أكبر للتأهل حتى لكأس العالم. فبالتالي في هذه اللحظة أعتقد أن المباريات القادمة كلها ستكون مهمة. بالطبع تابعنا كل مباريات الودية الفترة الماضية في أسبوع الفيفا، وبعد هذا الأسبوع أعتقد أننا يجب علينا أن نستعد، يجب علينا أن نشاهد المباريات. المحلل يشاهد المباريات دائما ويرى أين يستطيع أن يركز على نقاط الضعف. من ثلاث ماتشات هتلعبها أو هيلعبها منتخب الرأس الأخضر، هل بتشوف أن في مباراة ممكن تكون مفتاح العبور للدور اللي بعده؟ حسن، من الصعب أن نقول ذلك. بالطبع أول مباراة ستكون في هذه المنافسة ستكون هي الأقرب، ستكون متوازنة نوعا ما، مباراة متكافئة. أعتقد أن هذا يعتمد على أول مباراة. إذا انتهت بالتعادل بالطبع نريد أن نفوز، ولكن إذا نظرنا إلى التعادل في أول مباراة ضد غانا، ستكون هذا هو المفتاح للتأهل. وبعد ذلك موزمبيق، وبعد ذلك مصر. أعتقد أن من الصعب أن نتنبأ بذلك، أي مباراة ستكون مباراة حاسمة، لأن يوجد الكثير من التغيرات التي ستحصل في الأسبوع في الجولة. فأعتقد أن مصر لديها فرص لتغيير المجموعة. فآخر مباراة مع مصر ربما يكون هذا من حسن حظنا أو من سوء حظنا، لا أعلم. ولكن طب لو طلبت منك ترتب لي الثلاث مواجهات بداية من الأصعب، يعني أصعب مواجهة من بالنسبة لكم، مواجهة مصر ولا غانا ولا موزمبيق، والمواجهة اللي بتليها في الصعوبة، ثم المواجهة الأسهل من وجهة نظرك. أه
إن من الممكن أن أقول أن مباراة موزمبيق ستكون الأصعب لنا، لأن إذا نظرت إلى نتائجنا مع ستجد منتخب الرأس الأخضر قد عانى كثيرا أمام موزمبيق. يجب علينا أن نعمل كثيرا على سد هذا الخلل، كما الحال حينما خسرنا أمام إسواتيني وجزر القمر. فبالتالي نحن نلعب أفضل أمام الفريق الأفضل منا، لذلك من رأيي ربما يكون مختلفا، ولكن مباراة موزمبيق ستكون صعبة. الأسهل لا أعرف، لا أستطيع أن أقول ذلك، ربما تكون غانا، لأن الدوافع ستكون عالية جدا، الجميع يريد أن يلعب وقتها، الجميع يريد أن يهدف. فبالتالي أول مباراة ستكون مليئة بالطموح، مليئة بالأهداف، فهذا هو تفكيري الخاص بي. طبعا يعني دي آخر إجابة كنت أنا أتوقعها. واضح أنه مستر برونو رايس بيضللنا يا مصطفى، يعني أكبر عملية مسليدنج حصلت، يعني أصعب مباراة موزمبيق من وجهة نظره. طب خلينا نسأله مصطفى، إيه مين المنتخبين اللي ترشحهم للتأهل عن المجموعة دي من مصر وغانا وموزمبيق والكاب فيردي أو الرأس الأخضر؟ أعتقد أن مصر ستتأهل بالطبع، فريق عظيم، فريق يمتاز بالثبات في السنوات الماضية. من الصعب أن تفوز على مصر في هذه البطولة، ونحن أيضا سنكون الفريق الثاني، ربما أي من الفريقين الآخرين، ولكن كما قلت المجموعة متوازنة. في مجموعتنا ربما نتأهل كأحسن ثوالث، ولكن أعتقد أن بحساب النقاط ستكون مصر وغانا هما المرشحتان، ولكن كما قلت إذا لم تبذل قصارى جهدك فبالتالي لن تستحق فرصة التأهل. طيب أنت كمحلل أداء لمنتخب كاب فيردي بتراهن على إيه في النسخة اللي جاية من الكان؟ يعني هل في جيل جديد من اللاعبين هيقدموا منتخب الرأس الأخضر بشكل مختلف؟ هل المنتخب بيضم لاعبين محترفين؟ هل المدير الفني من وجهة نظرك قدر يحط بصمة أو يساهم في تطوير الأداء؟ إيه الشكل اللي هيظهر عليه منتخب الرأس الأخضر في البطولة؟ نعم، في آخر مباراتين استدعينا لاعبين لأول مرة. كان لدينا 4 أو 5 لاعبين دوليين جدد، وبالتالي هناك المزيد من اللاعبين الدوليين الذين سيلحقون بنا. حظينا بـ3 خسائر مؤخرا، ولكن هؤلاء اللاعبين يجب عليهم أن يتأقلموا مع الفريق أكثر، ويتأقلموا مع زملائهم ومع الأجواء الدولية. فهذه لحظات صعبة للجميع، ولكن أعتقد أننا سنتحسن، أننا سنكون بشكل أقوى، سنكون من أفضل. لدينا لاعبين في أفضل الفرق في البرتغال وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن لدينا لاعبين على المستوى الفردي بشكل أقوياء بشكل كبير. لدينا خلال 3 أو 4 سنوات الماضية كان لدينا كثير من المحترفين، فإذا استعددنا جيدا فمنتخب كاب فيردي وتشكيلة كاب فيردي ستكون جاهزة لهذه المنافسة. أعتقد أن هذه التشكيلة ستكون الأقوى، ولكن بناء الفريق هو الأهم، التركيبة الخاصة بالفريق ستكون أهم للظهور بشكل جيد. طيب بما أنه طبيعي ومنطقي جدا أنك تكون يعني منحاز لمنتخب كاب فيردي، وده طبيعي وأنا فاهم ده، وبما أن أنا برضو طبيعي أبقى منحاز لمنتخب مصر وبشوفه المنتخب الأفضل والأقوى في مش بس في المجموعة، يمكن واحد من المنتخبات القوية على مستوى البطولة كلها، خلينا نتكلم شوية على غانا وموزمبيق من خلال متابعتك ليهم، توقعاتك لمستويات الأداء، تقييمك لشكل ومستوى المنتخبين غانا وموزمبيق. غانا فريق يلعب بشكل هجومي بطبيعة الحال، يحرز الكثير من الأهداف، ولكن أيضا يجب أن ننظر أنه يستقبل الأهداف. هم يقدمون أفضل اللاعبين في خلال البطولة،
يلعبون يمتازون بالحركيه الدائمه وخصوصا في المباريات الدوليه والبطولات الكبيره. ربما سيكون لديهم بعض المشاكل اذا لم يكن لديهم الثبات على المستوى خلال البطوله. ولكن موزمبيق هو منتخب يتطور، ياخذ خطواته الاولى في تطوير الفريق، وكما الحال مثل الرأس الأخضر فالفريق يتطور ويستخدم اللاعبين الجدد. لديهم كاتانو من سبورتنج لشبونة في الفريق الأول سبورتنج لشبونة، هو لاعب رائع. فبالتالي وأيضا مصر بجانب غانا وموزمبيق لا يجب أن نتناساها. طيب خليني ابعد معاك شويه عن المجموعه مصريس واخد رايك في البطوله ككل بعيدا عن مين هيتاهل من مجموعتنا. بشكل عام رايتك او تحليلك الموضوعي طبعا لبطوله بحجم الكان، مين اقوى اربع منتخبات ممكن ترشحهم للمنافسه على لقب البطوله؟ اوكي اون ذا بيبر on the paper Senegal يجب ان على ما اظن انها ستكون الافضل، افضل تشكيل، ولكن يوجد علامه استفهام كبيره خصوص السنغال انهم لم يغيروا اللاعبين بشكل كبير خلال الفتره الماضيه مثل ساديو ماني مادي وكوليبالي. الكثير من اللاعبين مستواهم قد قل، ولكن إذا كانوا جاهزين بالطبع السنغال ستكون المرشحة الأولى. ساحل العاج لديهم فريق قوي جدا في العديد من المراكز، وأيضا أحب نيجيريا. خلال أسابيع قليلة خسرنا أمامهم بخمسة أهداف لهدف. لديهم الكثير من اللاعبين الرائعين المحترفين في أوروبا. أعتقد خلال سنوات قليلة سيكون منتخبنا كذلك لديه اللاعبين في هذه المستوى. وأعتقد أيضا مصر والمغرب إذا تحلى بالثبات على المستوى أعتقد، وإذا لم يقل المستوى خلال البطولة ستكون مصر والمغرب مرشحتان للفوز بالبطولة. أعتقد أن هذه الخمسة منتخبات هم المرشحون للبطولة. برونو ريس محلل أداء منتخب الرأس الأخضر وكاب فيردي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التمنيات طبعا بالتوفيق للمنتخب في بطولة أفريقيا. ده كان لقائنا مع واحد من المسؤولين عن منتخب الرأس الأخضر اللي هيكون معانا في مجموعتنا إن شاء الله في أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. فاصل ونرجع لحضراتكم. المباراة دي مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، علينا ان احنا نستعد ليها بشكل جيد للغاية. المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا، وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هم يشاركوا وان هم يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرة ان شاء الله. احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراة بكرة، عندنا ثقة كبيرة في قدراتنا. يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش عندنا حظ كبير ان احنا نكسب، ولكن التعادل برضو كان نتيجة جيدة بالنسبة لنا. احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجة عندنا في مباراة بكرة ان شاء الله. بالنسبة لمباراة بكرة فأنا متأكد أنه إحنا بنحترم النادي الأهلي احترام كبير جدا جدا، خاصة معروف النادي الأهلي في أفريقيا، ولكن على الصعيد الآخر أنا متأكد أنه النادي الأهلي هيبدلنا نفس الاحترام، خاصة أن إحنا أظهرنا في المباراة الأخيرة اللي كانت على أرضنا مستوى جيد للغاية، والمستوى ده أكيد هيدفع الفريق الخصم أنه هو يحترمنا وأنه هو يقدرنا ويقدر قدراتنا. لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن 7 اقوى فرق في افريقيا، وهي الفرق المشاركه في البطوله دي، فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا للمباراه نضع في اولوياتنا اشياء كتير احتراما للنادي الاهلي، وهم هيعملوا الشيء نفسه. We have your strategy, okay? مباراة بكرة زي أي مباراة أنا مش أحب أو أفضل إن أنا أتكلم عليها قبل المباراة، أنا هقدم كل حاجة عندي وعند لاعبين وعند فرقتي خلال 90 دقيقة، وهو ده اللي أنتوا هتشوفوه أثناء المباراة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الماضية أنا شايف أن أنا كنت إيجابي للغاية في الماتش اللي فات، وأتمنى أن أنا أكرر ده في مباراة بكرة، خاصة الشوط الثاني من الماتش اللي فات. الشوط الثاني من الماتش اللي فات ظهرت قدرات لعبتي وظهرت حاجات جيدة جدا، هكون حريص أن أنا أكررها في مباراة بكرة بإذن الله.
لو دخلت طبعا بعيدا عن الكلام اللي بيتقال في المؤتمرات الصحفيه ده يعني في اطار التعامل النفسي سواء مع لعيبتي لازم اديهم رساله واضحه ان انا واثق فيكم واثق في امكانياتكم وان انا ما رفعتش الرايه البيضاء في نفس الوقت بحاول اوصل للفريق اللي قدامي او الفريق المنافس اللي هو في الحاله دي طبعا النادي الاهلي ان انا جاي هنا عشان احقق الهدف بالعبور لدور قبل النهائي لكن اللي هيتقال في اوضه اللبس كلام تاني خالص والراجل اعتقد بكره مباراه بكره بالنسبه له او الكلام الاساسي نفسيا ومعنويا مع لعيبته يا جماعه احنا محتاجين جول واحد يكفي للتاهل فبالتالي تكتيكه او طريقته بكره هتتلخص بشكل كبير جدا في محاوله احراز او محاوله المبادره باحراز هدف في النادي الاهلي ده السيناريو اللي هيشتغل عليه اعتقد يعني روبرتينيو اوليفيرا مدير الفني لفريق سيمبا وده كان جزء من المؤتمر الصحفي قبل ما نبدا نفتح ملف الاهلي وسيمبا ارحب بضيوفي نادر شباله حماده الشناوي اللي بيشرفوني النهارده في السادسه نادر مساء الخير حبيبي ابو حميد مساء الفل منور الدنيا حبيب نورك ودايما ببقى سعيد ان اكون معاكم مع شناوي مساء الخير واهلا وسهلا مساء الخير يا وحميد وطبعا كالعاده مبسوط ان انا موجود معاكم مع صديقي وزميلي نادر شبانه اهلا وسهلا ابدا بتعليقكم على المؤتمر الصحفي يمكن ده طبعا جزء من المؤتمر او اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي شايفين تصريحات اوليفيرا ازاي وردود افعال او اهم حاجه لفتت نظركم في المؤتمر الصحفي المدير الفني لسيمبا تصريحاته بشكل عام ده شيء طبيعي ان هو يقوله في الوقت اللي هو انت محتاج فيه انك انت تسجل هدف واحد بس في القاهره ان شاء الله ما يحصلش يعني هي القصه كلها ان انت جاي بتلعب الاهلي في القاهره ما قدامكش اي حل غير انك انت تكسب عشان تتاهل الكلام دبلوماسي نوعا ما في المؤتمر الصحفي لكن بتفق معاك ان في الغرف المغلقه او في اوضه اللبس بيكون مختلف تماما مع اللعيبه تبدا تبص على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي تبدا تتكلم عنها ما يقدرش يتكلم عنها في المؤتمر الصحفي في مدربين عندهم المدرسه دي ان هو يقدر يتكلم يقول لك انا نقاط القوه اللي عندي ايه او نقاط الضعف اللي ممكن العب عليها ايه في المؤتمرات لكن ده ما بيقولش الكلام ده ده من نوعيه المدربين اللي شفنا في الملعب قد ايه هو فعلا انت في اقل من ربع ساعه سيمبا سجل جونين في الوقت اللي الفرقه بتاعتهم نوعا ما بدات تشم نفسها في الوقت اللي انت كنت اصلا راكب الماتش كله وعلى مدار ال 90 دقيقه النادي الاهلي كان عنده الرياده لكن في مباراه بكره الكلام اللي بيتقال ده في دايما في كره القدم انا يعني مقتنع تماما بمبدا ان الكره بتلعب في المستطيل الاخضر بس اكيد ما بتلعبش في المؤتمرات الصحفيه فدايما ان الكلام اللي هيتقال في المؤتمر الصحفي ده فكره ان هو يتطبق في الملعب دي بيرجع لعوامل تانية كتير جدا تانية وفكره ان هو يلعب بكره في ظل الحشد الجماهيري اللي هيكون متواجد لان النهارده يعني القصه النهارده كلها في دماغ روبرتينيو اوليفير يعني انا احاول اعرف دماغ الراجل ده تكون عامله ازاي واربط ده بنتيجه مباراه الذهاب لانه السيناريو بكره اللي بيترسم في اوضتين اللبس سواء مع مارسيل كولر مع فرقته او اوليفيرا مع فرقته مرتبط بشكل كبير جدا بالنتيجه ومستوى الاداء اللي ظهر عليه الفرقتين هناك لكن خليني اسال شناوي الاول سيناريو الشوط الثاني في تنزانيا كان هو المتوقع ان يبقى سيناريو الشوط الاول يعني احنا رايحين وعارفين انه سيمبا فرقه على ملعبها ممكن تضايق الاهلي لكن فوجئنا انه العكس الصحيح انه الاهلي هو اللي صال وجال وهو اللي كان اكتر خطوره وهو اللي كان اكتر فعاليه وانا شوط بالفعل الاول لصالحه الشوط الثاني اللي احنا كنا متوقعين يبقى سيناريو الشوط الاول هو اللي بالنسبه لنا بعد شوطنا الاول ونتيجه 1-0 برده ما كانش متوقع فشفت الشوطين ازاي وشفت تعامل المديرين الفنيين سواء اوليفيرا او كولر مع المباراه هناك ازاي سريعا جدا عشان اروح لماتش بكره طيب هو الفكره كلها ان مارسيل كولر كان درس الفرقه كويس جدا وعارف ايه هي نقاط الضعف ونقاط القوه فبدا ان هو يشتغل عليها نقاط القوه عند سيمبا ونقاط الضعف نقاط الضعف كان بيشتغل عليها فكره ان انا بحاول ان انا اشد لعيبه سيمبا لتحت عشان اخلي الجناحات تنزل او الباكات تنزل لتحت بحيث ان انا العب الكره الطوليه لبيرسي تاو ورضا سليم في مساحات واسعه في موقف واحد على واحد يمكن الكره دي اتكررت كتير جدا وكان الباكات على قدر يعني من السذاجه ان هم كانوا دايما بيتشدوا لتحت وكانت فعلا بتتخلق مساحات وده السبب الوحيد اللي كان بيخلي فعلا انا عايز اقوله شناوي بيتكلم انه اللي حضراتكم شايفينه ده جزء او لقطات من تمرين سيمبا النهارده تمرين رئيسي للفريق على ملعب استاد القاهره بكيسوني هو الوحيد اللي انا يعني مرشد بتاعهم مرشد بتاعهم صحيح اللي موجود في استاد القاهره ده كان في لقطات في التانل بينه وبين لعيبه الاهلي كتير في ماتش الذهاب فالفكره كلها ان فعلا مارسيل كولر كان مذاكر وكان خلقنا فرص وكان في فرص كتير جدا ان احنا نقدر نسجلها كاهداف الشوط الاول كان ممكن يخلص على الاقل 4 أو 5 كمان ممكن نقول يعني شوطات كلها من جوه ال 18 ركله جزاء وركله الجزاء وكان في فرص كتير جدا فاحنا سجلنا هدف في اخر الشوط الاول فطبعا السيناريو بالنسبه هنا لفريق سيمبا اختلف فجاه سيمبا يعني هل مستوى سيمبا في الشوط الاول ده هو المستوى الحقيقي لسيمبا
لا أقل يعني من هل متوقع. انت كنت متوقع السيناريو ده من الاهلي في الشوط الاول؟ لا بالعكس، انا كنت متوقع الشوط الثاني ان احنا نبدا مخضوضين ان احنا لسه مش متعودين. احنا في حلقه اخر حلقه مع بعض وعلى مدار الاسبوع اللي فات انا كنت بصور او بحاول انقل للناس الحاله في تنزانيا البطوله، يعني احنا طبعا مهتمين بالبطوله عشان الاهلي ومتعودين طبعاً. الاهلي بينافس لغايه اخر المشوار، لكن هم في تنزانيا الدنيا عندهم كانت نار يعني حتى رئيس الدوله نفسها راحت زارت اللعيبه، تم الاعلان عن جوائز كبيره جدا بالزبط. الاهتمام الجماهيري في الشارع التنزاني قبل المباراه كبير جدا وكانهم بيلعبوا نهائي امم افريقيا، حضور شخصيات زي انفانتينو وبيير لويجي كولينا وارسن فينجر، فقصه عندهم كانت فيها حاله شحن كبيره جدا. هم كانوا قادرين ان هم يعملوا ده، خصوصا ان انت بتتكلم في بدايه ان بطوله مستحدثه. انا بتكلم عن المقدمات دي يعني انتهت بمجرد ما الماتش بدا بالزبط. يعني فاهم، الاهلي فرض سيطرته تقريبا، المدرجات كانت ساكته طول ال 45 دقيقه الاولى. وبالحديث عن الحلقه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها مع بعض في الاسبوع اللي فات انا وانت والشناوي، كانت النقطه اللي احنا بنركز عليها هي فكره كيفيه تعامل الاهلي او كيفيه تعامل لعيب الاهلي مع مباراه زي دي، خصوصا ان معظم اللعيبه او 70-80% من اللعيبه اللي موجودين في الملعب جايين بعد توقف دولي، جايين بعد مباريات مع المنتخب. فكره ان مارسيل كولر يهيئ اللعيبه نفسيا ان هم يلعبوا مباراه زي دي في حضور الشخصيات دي، في حضور العدد الجماهيري ده، بجانب كمان ان المباراه دي هي اول مباراه في تاريخ البطوله، ففكره انك انت بتلعب المباراه في تنزانيا بالعدد الجماهيري اللي موجود، بال 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 بالاحتفاء اللي كان موجود، طبعا بالشحن والاضافات اللي كانوا بيضيفوها الجمهور التنزاني او الاتحاد التنزاني او حتى البونص اللي كانوا بيتوعدوا بيهم علشان ياخدوهم لو يعني كانوا فازوا بالمباراه، كل الكلام دوت ادى ان انت بمجرد ما الماتش بدا والاهلي لعب كوره انت 45 دقيقه اولى كنت تخرج كسبان فيها 3-4-0 لولا سوء التوفيق وبعض القرارات. وبالمناسبه الحته اللي انت بتتكلم فيها يا شبانه، النهارده كان مارسيل كولر بيتكلم او هم بيسالوه في المؤتمر الصحفي، كان قال انا عندي 32 لعيب بلاعب منهم الاجهز، انا هو قال نص كده ما عنديش فكره لاعب اساسي وفكره لاعب احتياطي. والكلام اللي قاله شبانه ده وسيناريو ماتش تنزانيا ياكد لك الكلام ده، انت لعبت من غير 3 أو 4 أو 5 لعيبه كمان، يعني مروان كان بره التشكيل، امام بره التشكيل، علي معلول بره التشكيل، عبد المنعم بره التشكيل، وكل دول والشحات بره التشكيل، ودول 5 ما في يعني تقريبا السكواد الاساسي 70-80% ماتشات الاهلي لازم بيكونوا موجودين فيها. فبالتالي ان الاهلي يقدم العرض ده ده شيء من الحاجات اللي لازم تحسب لمارسيل كولر في المباراه، وفكره انه بيشتغل فعلا على السكواد كله، ما عندوش فكره اساسي واحتياطي، ودي حقيقه. وده اللي مخلينا بشكل عام ان احنا قاعدين مطمنين ان شاء الله باذن الله ان احنا بكره نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونتاهل بعدد من الاهداف. هو احنا مطمنين في كل ماتشات الاهلي طبعا، بس قلقانين برضه يعني قلقانين، مطمن بس قلقان. موضوع افريقيا دي مالهاش ملك. صحيح. زي ضربه الجزاء اللي كنا لسه الشناوي بيتكلم فيها قبل الحلقه، ان ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس ما بتتحسبش، ورغم ان الحكم رجع لتقنيه الفار. ايوه. فيعني الف ب كوره ضربه الجزاء هتتحسب وانت رجعت للفار وما حسبتهاش. صحيح. فتيجي تشوف ايه الدليل على ده او انت ايه سبب انك انت بتحسب ضربه الجزاء، ده الخزعبليات بتاعه قاره افريقيا او دوري افريقيا اللي احنا بنشوفها. طيب قبل ما نروح لماتش بكره، في حالات معاكم مجهزينها تحب تبص عليها قبل ما ننقل للسيناريو ماتش بكره، ونشوف برده الثغرات اللي انتوا لاحظتوها في فريق سيمبا اللي كانت واضحه للجميع الحقيقه، واللي اعتقد انها نتيجه ماتش دار السلام هتزود بشكل كبير جدا من وقوع سيمبا في اخطاء في ماتش بكره. انا اتوقع انه بما انه سيمبا اللي محتاج يبادر او سيمبا اللي محتاج يسجل اكتر من الاهلي، فبالتالي اعتقد ان الاخطاء دي ممكن تدينا فرصه كبيره جدا ان احنا نلعب جيب كبير بكره ان شاء الله. سيمبا تحبوا نبدا بالحالات؟ يعني يلا. لو نبدا مثلا بالفرص، كنت جايب الثلاث فرص بتوعنا بتوعنا، هتوضح لك قد ايه مارسيل كولر كان بيشتغل وايه نقاط الضعف ونقاط القوه. مثلا الهجمه دي بتوضح قد ايه فعلا ان فرقه سيمبا عندها مشاكل، خاصه على مستوى الباكات بالذات. الباكات عندهم بينزلوا بشكل مبالغ فيه فبيسيبوا اماكنهم، فبالتالي الاجنحه بتاعه الاهلي كل ده خلي بالك حصل بتطير لوحدها، شوارع بتتحط في مواقف واحده. رضا راح كتير بص قوي. انا عايزك تقف على ترجع بالصوره اللي قبل دي كده، هتلاقي بص على فكره اللي طالعين في نص الملعب دول، ده الباك والسرد باك اللي جنبه. الباك والسرد باك بتاع فرقه سيمبا وخمس لعيبه من فرقه سيمبا بتضغط على اربعه عندنا. يمكن اوليفيرا بنى خطته على ان الاهلي هيدافع، يعني قال الخطوط الثلاث خطوط بتاع اضغطوا الاهلي اطلعوا لقدام، حطوا الاهلي في البوكس بتاعه ونحاول نلعب عليه جيم هجومي ونحصره في منطقه جزائه. ما كانوش مدركين ان الاهلي عنده من الخبرات
سرعه نقل الهجمه، عنده السرعات اللي تخدم في الاطراف بيرسي تاو ورضا سليم ان هم يعملوا الاختراقات الجهنميه اللي يعني انت مثلا انت لو تلاحظ العدد، بص هم خمسه بيضغطوا على اربع لعيبه من عندنا، فبالتالي احنا عندنا تفوق عدد قدام. لا وكمان الباك والسيرد باك طلعوا يضغطوا في نص الملعب، ورضا سليم هتبص هتلاقيه واقف عنده لوحده. لو كملت الصور هتلاقي برضو ان رضا سليم رايح في موقف بعيد، بص بقى هتلاقي بيرسي تاو برضو رايح واقف لوحده في مساحه كبيره جدا 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 كمان. ولو رحت للهجمه اللي بعدها هتلاقي نفس الشكل، الباك صحيح الشمال والباك هنا اليمين هنا يعتبر 3 على 3 وبص يا كهرباء هو مش بيتاك. ولو رحت للفرصه اللي بعدها برضو هتلاقي نفس الكلام ونفس الفرصه، هي الباكات عندهم ما بتعرفش تعمل التمركز كويس، ما بتعرفش حتى كمان تشيل بوزيشن ولا تكتيك غلط من المدير الفني. لا هو عشوائيا منهم وجزء للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي برضو بيمرر تمرير بطيء، تحضير بطيء، التحضير البطيء ده دايما في ناس ممكن تمل منه، ولكن الكوتش والمدير الفني او بيبقى عنده هدف ان انا احاول باكبر قدر من الامكان اشد برضو نفس القصه هنا في الهجمه دي. على فكره اللي واقف في نص الملعب اللي هناك ده ابو جزمة حمر، هو الباك رايت اللي في نص الملعب اللي ما ده بيرجعش، ده اللي ما بيرجعش اللي في نص، هتلاقي برضو رضا سليم واقف برضو في مكان بعيد جدا. انا عندي ثلاث لعيبه في ربع الملعب تقريبا من الاهلي، مفيش منهم في لعيب في سيمبا، يعني ربع الملعب ناحيه المدرجات تقريبا ما فيهوش غير ثلاث لعيبه من الاهلي، ما فيهوش حد من هتلاقي برضو بيرسي تاو واقف لوحده. ودي الفرصه على فكره برضو اللي كانت خطره وعلى فكره دي كرة الجون، ده كره الجون، كره الجون. بص برضو رضا سليم رايح، اللي راح يضغط عليه في نص الملعب ده في الكره دي كانت جامده جدا، انه مهاجم يعني عالمي بصراحه جدا. فهي دي الفكره، ان انت بتحاول ان انت تشتغل على فرقه سيمبا، عندهم مشاكل دفاعيه موجوده، قدرت ان انت تستغلها في ماتش الذهاب، قدرت ان انت تستغلها، انتكت فرص، انتكت فرص، كان في نوع من انواع عدم التوفيق او سوء التقدير لبعض الفرص، ده حقيقي. ولكن الماتش في العوده بحاول بقدر الامكان ان انت تزود وتستغل مع نزول لعيب مثلا زي امام عاشور ناحيه. خلينا نروح هاجي الماتش للماتش العوده، بس خليني برضو اقول انه من الملاحظات اللي بتاكد على كلام الشناوي انه مرات وقوع لعيبه الاهلي في مسار التسلل كانت قليله جدا وتكاد تكون منعدمه على مدار المباراه، وده معناه سوء تمركز كبير جدا من بالزبط. لو انت هتلعب او هتطلع ضغط عالي بالثلاث خطوط بتوعك لازم على الاقل تبقى قادر توقع الفرقه اللي قدامك في مسار التسلل، بحيث انك تقلل من الخطوره. انت لما تيجي تدافع بشكل الاستيك، بمعنى ايه؟ ان انت بشكل مطاطي، انا بضغط من قدام في اخر خط ليا يرحل لقدام عشان اقرب المسافات، بحيث ان انا ما يكونش في جاب ما بين الخطوط بتاعت اللي بتضغط، وده اللي حصل في ماتش سيمبا في الشوط الاول بالاخص. انا في ظني يا شناوي انه اوليفيرا ارى سيناريو المباراه او ارى الاهلي او ارى مارسيل كولر في الشوط الاول غلط جدا. واعتقد ان كولر نجح في استغلال ده بشكل كبير جدا، والعكس الصحيح ان كولر ارى الشكل اللي هيلعب بيها او الطريقه اللي هيلعب بيها سيمبا بشكل هايل جدا بالزبط. وحط التكتيك المناسب جدا ليها، وده اللي اسفر عن سيطره وعن خطوره وفعاليه. لا خطوره بس، فعاليه ما كانتش قوي، كنا نتمنى انه يبقى في 2 و3، كان في سوء توفيق طبعا بالزبط. في حالات تانية معانا ولا ننقل بقى؟ طيب اجل شبهنا، ازاي هيفكر اوليفيرا في مباراه بكره؟ هل تتوقع منه بما ان هو اللي محتاج اكتر من مارسيل كولر انه يبادر هو اعتقد السيناريو الافضل بالنسبه له انه يحاول يبادر بالتسجيل ويحاول يستغل الدفاع الاهلي في احراز مزيد من الاهداف، او الرجوع للزون ديفنس بحيث انه يمنع الاهلي من التسجيل وبالتالي يبقى عنده امل في انه يخرج بالمباراه اللي هو عايزه. ازاي تتوقع شكل بدايته بكره؟ ولا من الممكن انه قدام الاهلي، يقول لك قدام الاهلي في ملعبه وفي وسط جمهوره، من الافضل ان انا ابدا متحفظ واستغل الاندفاع الاهلي للهجوم في محاوله ان انا العب على كاونتر اتاك فاقدر اسجل الهدف اللي انا عايزه؟ بص خلينا نقول لك ان من سنتين بالظبط كان مباراه الاهلي والوداد تقريبا في نفس الايام دي اللي كان الاهلي كسب فيها 2-0 في كازابلانكا اللي كانت مع موسيماني قبل ما ناخد بطوله التاسعه يعني. كان ساعتها الاهلي كسب 2-0 هناك او 1-2 ضربه الجزاء وهدف قفشه. في ماتش الاياب الاهلي سجل هدف عن طريق مروان محسن في اول 10 دقائق او في اول 5 دقائق، قتل كل حاجه كان بيفكر فيها فريق الوداد. اي حاجه كان هو جاي فكره الهدف الاول ده جاي ازاي اصلا؟ جاي بنفس الطريقه اللي احنا كنا اللي انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي، ان الهدف جاي واتحسب تسلل، كان فيكتور جوميز حسب وتسلل وبعدين رجع للفار ورجع حسب. كان فرقه الوداد عندها اندفاع في اول 5 دقائق. دي مباراه الهدف العالمي للشحات. مباراه الهدف العالمي للشحات 3-0 كده مع الرقفه يعني المباراه دي. فكان من افضل المباريات ذهابا وايابا بين الاهلي والوداد. دي حقيقه، يعني ان لم تكن الافضل في التاريخ.
ودي من بالنسبه لي انا يعني كانت بدايات موسيماني، خد بالك شهاده ميلاد موسيماني بالنسبه لي معاه. ده هو جاي من الدار للنار بالظبط، هو جاي من الدار لعب ماتشين في الدوري وبعد كده استلم الماتشين قبل نهائي دوري ابطال افريقيا بالظبط. فكانت المباراه دي اشبه شويه بالمباراه دي، ويعني كمان سيمبا عنده الفرصه الاكبر عن الوداد، يعني الوداد كان جاي مطالب ان هو يسجل ثلاث اهداف في القاهره، فالموضوع صعب، فالموضوع مش محسوم، في حين ان انت كان في كمان كلاشات اللي كانت قبل كده اللي كانت ما بين الاهلي والوداد في المباريات الكتير اللي اتلعبت بينهم والنهائيات اللي الاهلي خسرها، لكن الوضع اختلف هيختلف مع سيمبا. سيمبا فريق شفنا قد ايه مدى عشوائيه عدد كبير من لعيبته في المباراه اللي فاتت، ما قدرناش نستغل ده. فمارسيل كولر من المدربين اللي عارف كويس جدا وحافظ كويس جدا، بيعرف يقرا الخصم بشكل كبير، دايما بتلاقي ان حتى لو غلط في حاجه مارسيل كولر من المدربين اللي بيعرف يتعلم من اخطاء. يعني ما تلاقيش ان ماتش، يعني ما فيش مدرب في العالم ما بيغلطش، بس ما فيش مدرب، يعني مارسيل كولر ما فيش مباراه بيغلط نفس الغلطه في ماتشين ورا بعض. يعني مثلا كان زي واحد من الناس مدرب ما كان وقت لما كان بيدرب فرقه في الدوري، انا اعرف مدرب بيكرر نفس الغلطه في كل ماتش. هي دي النقطه، مش عايز اتكلم يعني، فهي القصه كلها بيلعب بنفس الطريقه وبنفس اللعيبه وبينتظر نتائج مختلفه، اطار الدعابه بدون تعصب وعصبيه. لا 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 خالص والله، هذه دعابه اصل الموضوع ده ممكن انا بسمع ناس كتير. لا كتير جدا، انا بقول لك بدون ذكر اي اسماء والله، ومش بشاور على حد بشكل عام. أيوة يعني أيوة. لكن الموضوع ده بيتكرر مع مدربين كتير، الغلطه وفكره التصميم على حاجه. بيب جوارديولا نفسه بقى مرن، يعني جوارديولا نفسه اللي فضل كان مقتنع ان هلعب من غير سترايكر، وما خدش دوري ابطال غير لما جاب سترايكر. مظبوط. فالقصه كلها ان مارسيل كولر لما غلط في مباراه سان داونز السنه اللي فاتت، لما خسرنا 5 في بريتوريا، في المباراه خلصت 5-2، هو برده يعني كان بيلعب في اوقات كتير قوي بخيسوس، وكان يلعب في اوقات قبلها بس اجويرو مش مقتنع بده، ما مش يعني اجويرو يعني انا فاهم، لكن بس اقصد يعني ان السبب الاساسي في اجويرو جاب لهم دوري في اخر ثانيه يعني، كانش هو موجود. يعني بقول لك يعني على قيمه اجويرو يعني طبعا مهاجم يعني اسطوره مانشستر سيتي. لكن هي القصه كلها ان بيب جوارديولا لحد ما جاله هالاند هو بنفسه طلع واعترف بده. بعدين بيب جوارديولا شكل الفرقه يعني معروف ان دايما جوارديولا بيلعب 4-4-2 او 4-1-4-1 بيبقى دايما في كثافه في وسط الملعب. حول الوضع بشكل، كنت بتلاقي فيه ثلاثه باكات بيلعبوا في خط الدفاع ومفيش مدافع، والمدافع بقى في نص الملعب، وخزعبليات جوارديولا اللي احنا كنا متعودين عليها، راجل فيلسوف مالناش دعوه بيه. مش هنتكلم على جوارديولا دلوقتي، هنتكلم على مارسيل كولر، مدرب بيعرف يتعلم من اخطائه. فكره عدد الفرص اللي مهدره الماتش اللي فات والراجل اتكلم عنها، زي بيتكلم عليها من السيزون اللي فات يا شباب، وكان عليها كتير يعني. هو مبسوط بانه الاهلي بيوصل الناحيه الهجوميه قوي تهديفيا، هو الاعلى بالزبط. معدل على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، وكان ممكن يبقى اعلى، لكن هو اللي مضايقه فكره الفعاليه، انت بتوصل بالزبط. قد ايه وبتسجل منهم قد ايه، هي دي القصه اللي يمكن بالظبط شويه. القصه كلها ان انت لو سجلت بدري فرق معانا في مباراه الهلال السنه اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، المباراه الحاسمه كانت مربط الفرص 3 اللي كانت القاهره، المباراه دي فرق معانا الهدف اللي سجلناه بدري بتاع كهربا. ايوه انت دلوقتي نازل عالمي برضو، كان هدف عالمي فعلا. وان شاء الله باذن الله بكره نشوف هدف زيه يعني باذن الله. بس هي القصه كلها اللي انا عايز اوصله من هنا ايه، ان مارسيل كولر هو المتحكم دلوقتي مش اوليفيرا، لان اوليفيرا جاي ايا كان يعني. مارسيل كولر الماتش خلص 0-0 خلاص، الاهلي موجود متواجد في السيمي فاينال، فهو مارسيل كولر هو اللي في ايده الكره في ملعبه، هو متفق معاك في ده. بس لازم نحط في الاعتبار برضو مش بس النتيجه، ما بتهيالي طبعا انه مارسيل كولر ذاكر سيمبا كويس قوي بس على الورق وعلى الفيديو، ونفس الحال بالنسبه لاوليفيرا انه ذاكر الاهلي كويس قوي على الورق والفيديو، لكن في الملعب قصه تانية، الوضع مختلف. الفرقتين ذاكروا بعض، وخصوصا انه الكفتين طلعوا بعد اول 90 دقيقه متساويتين، سيطره للاهلي على شوط بالكامل وسيطره لسيمبا على شوط بالكامل. الاهلي قدر يسجل او يترجم من المحاولات اللي وصل بيها هدفين، وسيمبا قدر يوصل من المحاولات بتاعته لهدفين، فبالتالي الكفه متوازنه. الفارق هنا في مباراه بكره او سيناريو ماتش بكره او التكتيك اللي بيفكر فيه والاسلوب والطريقه اللي هيلعب بيها اوليفيرا او كولر، هو ان انا شفت اللعيبه، ذاكرت طريقه اللعب، قربت من الخصم بتاعي اللي جنبي على الخط، وعرفت ازاي بيفكر وهو بيدافع، وازاي بيفكر وهو بيهاجم. فهنا السؤال، هل السيناريو المحطوط بكره من سيمبا الاول، خلينا نركز على سيمبا الاول، ممكن يكون مشابه لاي شوط من الشوطين؟ الشوط الاول اللي كان فيه اندفاع هجومي ومساحات زي ما انتوا جبت الحالات كده، اراضي شاسعه يعني يجري فيها لعيبه النادي الاهلي، ولا اقرب للشوط الثاني اللي ممكن يكون فيه يعني تركيز كبير جدا ضاغط على خطوط لعب النادي الاهلي، وحط يعني انك تحط الاهلي في نص ملعبه؟ طيب هو السيناريو بتاع الماتش اللي فات هو بدا منين؟ بدا من فكره ان انا على ارضي، على ملعبي وسط جمهوري،
عايز اكسب، فبدا ان هو يندفع ويضغط عليك بشكل متقدم عشان ياخد منك الكوره، فبدات انتظر عنده مساحات، فالاهلي استغلها، خلق فرص، ترجمنا منها فرص، فبدا الشوط الثاني يندفع عليك، بدا ان هو يمسك كوره وعايز يكسب، هو كان بيمسك كوره الشوط الثاني طبعا، فبدا تحكم في الماتش. طب هو جاي، لا هو انا جاي انا بلعب ان انا عايز اسجل هدف، انا لو خطفت هدف بالنسبه لي هو سيمبا أيوة. انا بتكلم بلغه سيمبا دلوقتي، هو عايز يسجل هدف، هو بالنسبه له هدف كافي ومرضي جدا ان هو يصعد للدور اللي بعد كده، فمن مصلحته ان هو يهاجم، لا ما يندفعش، ما يندفعش، لا يتحفظ ويلعب على فكره ان انا ضربه ثابته، هجمه مرتده، ركنيه، دي اللي تقدر ان هي تخلصه، زي ما عمل اصلا في ماتش الذهاب ان انا كسب او تعادل مع النادي الاهلي بفكره الضربات الثابته والعاب الهواء عموما. على الرغم ان احنا في تحليلنا للماتشات بتاعتهم، ويمكن كل الناس اللي جت اتكلمت معايا في ماتش الاهلي وسيمبا اتفقوا ان هم اغلب شغلهم بيبقى اختراقات من العمق، كره على الارض، ما حدش كان مركز قوي مع فكره الكور العاب الهواء او الكور العرضيه، رغم انه الهدفين اللي احرزوهم فينا من كرات عاليه، ده حقيقه العاب الهواء هي كانت مؤثره في النتيجه الماتش اللي فات. طب الماتش اللي جاي، لا من الحاجات اللي لازم مارسيل كولر يركز فيها فكره التوظيف، وازاي مين اخطر اللعيبه عندهم في العاب الهواء، لا لازم يكون في تركيز شديد جدا، ولازم كمان الباكات في حاله الكرات العكسيه، يعني مثلا الكره ناحيه الشمال فالجناح العكس ناحيه اليمين، لا ينزل يساند المدافع، عشان غالبا في كل الكرات اللي اتلعبت في الماتش اللي فات هو ان يعني لو الكره من ناحيه معلول هاني يضم على، لا مش هاني، لو الكره ناحيه معلول احنا الاهلي بيدافع، لو الكره جايه من ناحيه معلول الجناح الثاني بيرسي تاو ينزل يسند مع هاني، لان غالبا بيستهدف دايما ظهر الباك، فمين يغطي ظهر الباك؟ الجناح الشمال، الجناح اليمين، في الجناح اليمين، فدي مشكله لازم يشوف لها حل، لان الاهلي فعلا حصلت له مشكله الماتش اللي فات، الهدف اللي هو كان تسلل كان فيه سوء تقدير من رضا سليم، فكان لازم ان هو ينزل يضم، خاصه كمان ان هو كان ناشئ صغير احمد كريم الدبيس، فكان لازم ان هو يسند عليه. الماتش اللي جاي لا احنا عايزين نركز في كل التفاصيل، عشان مش عايزين نلبس اي هدف في الشوط الاول او في اي شوط عموما، عشان الاهلي يمسك الماتش من البدايه ويشتغل. هل كولر يفكر بكره بالطريقه دي؟ يعني هل او يعني اختزل المباراه في انه الاهم بالنسبه لي ان انا ما استقبلش، لانه انا لو ما استقبلتش انا وصلت، ولا القصه بالنسبه له؟ انا عارف طبعا ان كولر مدرب هجومي، لكن هل ممكن يفكر بالطريقه دي؟ ما اعتقدش، لان من ضمن الحاجات اللي كانت اللي ما زالت بتميز كمان مارسيل كولر ان هو مدرب ما بيتخلاش عن مبادئه وافكاره. في اوقات كتير وطلع اتكلم، يعني قال الكلام ده لفظا في مؤتمر صحفي كان بعد مباراه فيوتشر اللي تعادلنا فيها السنه اللي فاتت في الدوري، اللي تعادلنا فيه وهم ناقصين، وهم كانوا ناقصين واحد، وكنا احنا كسبانين ضربه الجزاء، كان ساعتها القفشه في اخر ثانيه وضاعت بالظبط، فساعتها طلع اتكلم، فهم كان السؤال ليه من زميل صحفي، يعني اللي هو طب انت ليه ما لعبتش ثلاثه ارتكاز عشان خاطر تامن النتيجه في الوقت اللي كان ساعتها علي ماهر فرد الملعب؟ قال انا عندي افكار معينه ما بقدرش ان انا اتخلى عنها، ولو غلطت فانا اللي بتحمل نتيجه غلطي. ده كلام احترمته جدا، رغم ان انت خارج خسران نقطتين من الماتش، بس انا كلام، انا بحترم المدرب اللي بيتمسك بافكاره وبيقدر يطبقها على ارض الملعب. مع الوقت ومع مرور الوقت اكتشفت ثلاثيه وسط الملعب اللي الناس كانت بتتكلم عنها دي اختلفت بشكل كبير، لما لقيت حمدي فتحي بقى هو لاعب الوسط الثالث المختلف عن حمدي فتحي اللي كان قبل كولر، اللي تحول حمدي فتحي اللاعب البوكس تو بوكس كما يعني كما يقول الكتاب، اللي هو بيستلم صح، بيروح حسم لك ماتشات كتير زي مباراه الزمالك 3-0، زي مباراه بيراميدز في نهائي الكاس، زي مباريات كتير جدا حمدي فتحي كان عامل مؤثر فيها، وطبعا ده اللي بنشوفه مع امام عاشور من بدايه السيزون الحالي. القصه هنا ان مارسيل كولر ما بيتخلاش عن افكاره ان هو هيبدا يركن في الدفاع ويقسم الماتش بقى اللي هو اعدي اول ثلث ساعه لحد ما او ممكن يبقى من الخبث والدهاء زي ما بيقولوا، انه يحاول يستدرج سيمبا لمناطقه، يعني ان هم يقعوا في نفس الاخطاء، يعني الفرقه دي لما بتندفع هجوميا بتبقى في منتهى السذاجه الدفاعيه، دي حقيقه، دي يعني حاله عشوائيه، يعني ما تتوقعش من فريق كبير، وفاروق مفروض انه سيمبا واحد من الفرق اللي بقت ليها اسم في افريقيا ما كانش شارك، لكن في الشكل اللي ظهروا عليه دفاعيا بيقول انه فريق ما عندوش اي ثقافه ولا اي تنظيم دفاعي، وبالتالي بالزبط. فكره انك حاول تستدرجه او تسيب له الكوره، ودي بعض الماتشات القليله، صحيح قليله جدا، بس كولر في اوقات كتير جدا لجأ ليها، انه بيسيب الفرقه تستحوذ او يبان انها ضغط الاهلي ويستغل ده. حتى الشوط الثاني كان فيه لمحات كده، يعني كورتين لصلاح محسن، صحيح واحده منهم اوفسايد، بس في واحده منهم ثانيه
كان استغل فيها سرعات صلاح محسن. كان اختراقات ديانج وفعلا استغلال الاندفاع الهجومي اللي كان عنده فريق سيمبا. واللي انت بتقوله ده حصل فعلا في مباراه بيراميدز في السوبر. مظبوط. ومع الاسماعيلي في بدايه السيزون. ومع الاسماعيلي وبيراميدز تحديدا، لان الناس كانت شايفه ساعتها ان بيراميدز اللي كان لا، هي قصه كلها ان فعلا هي فكره مدير فني بيسيب لك الكوره، بس انت وريني هتعمل ايه والكوره معاك. هي مدرب انا سايب الكوره ومتمكن تماما من الادوات اللي معايا ومن العناصر اللي معايا، انك انت كده مش هتعرف تخترقني. قدر ان هو بكره طويله بنفس ما كسب مباراه الكاس قدام بيراميدز بكره طويله، خد ضربه جزاء بتاعه كهربا اللي احمد سامي اداله، جبنا بيها هدف الفوز. صحيح. فمباراه سيمبا دي هو اكيد في المباراه اللي لعبها في دار السلام درس الفريق بشكل اكبر. درس الفريق وشاف نقاط القوه ونقاط الضعف بشكل اكبر من اللي هو كان عليه، اللي شافه بقى محلل الاداء سواء ياسين المكاري او حتى هو لما كان بيتفرج، او الماتشات اللي كانت لسيمبا قبل كده في الدوري. كل الكلام ده يعني بيبقى في طي النسيان بمجرد ما الماتش بدا، بمجرد ما انت لعبت قدام نفس الفريق ونفس المدير الفني، وشفت تعاملاته وشفت حتى شكل تغييرات المدرب في الشوط الثاني كانت عامله ازاي. فانت عرفت اللعيبه وعرفت شكل الفرقه وعرفت شكل النظام اللي المدرب بيبدا بيبني عليه خططه. ده هيفرق كتير جدا معاك في المباراه اللي عندك، بجانب ان احنا لازم نكون عارفين ان احنا عندنا عوامل ثانيه كتير جدا، زي الجمهور طبعا، زي بتلعب على الارض طبعا طبعا، زي كل مع عوده المبين يعني كل كمان. الكلام اللي احنا بنقوله وبالتاكيد يقينا ان كل اهلاوي حاسس انه كفه الاهلي بكره ارجح، لكن هو احنا بنحاول نقرا مع حضراتكم السيناريو. انا عارف انه الجمهور مستني ماتش بكره على بفارغ الصبر. شناوي، العشوائيه في اوقات بتكون مصدر خطوره، يعني لما الفريق بيبقى عشوائي او ملوش نظام محدد، او بتلاقي حاله ارتجال كبيره جدا من اللعيبه وعدم تقاعد بمراكز، اوقات الفرقه المنظمه تتعب من العشوائيه دي، وممكن لو في هفوه او غلطه او نوبه سرحان او فقدان تركيز تدفع ثمنها غالي. هل ده رهان سيمبا في ماتش بكره، ولا ممكن يكون رهانهم في الاعتماد على لعيبه ممكن تبقى مفاتيح فوز ومكسب لماتش بكره؟ واحب اسمع رايك في اخطر او مفاتيح لعب سيمبا اللي لفتوا نظرك في مباراه الذهاب. هو انا متفق معاك في فكره العشوائيه دي احيانا بتكون مفيده، واكتر حاجه بيكرهها المدير الفني الاجنبي بالاخص لما يجي مصر عموما هو فكره الفرقه العشوائيه. لان المدير الفني قبل الماتش دايما هو بيتفرج على الماتش، ماتش اليوم 2 3 4 على حسب عدد الماتشات، عشان يفهم ويترجم ايه الفرقه دي بتشتغل على ايه. فبتبقى حاجه بتضايقه جدا ان هو ما يلاقيش افكار نمط معين او نمط او باترن معين ان هو الفرقه دي بتشتغل عليه. بس احيانا العشوائيه في فكره ان انا ممكن استغل النقاط العشوائيه دي، خاصه بقى لما تكون دفاعيه. العشوائيه الهجوميه على فكره احيانا بتكون متعبه اكتر من العشوائيه الدفاعيه. العشوائيه الدفاعيه ان انت تقابلها بتنظيم، انما العشوائيه الهجوميه احيانا التنظيم ما بيكونش كفايه، لان انت مثلا بتلاقي عدد كبير ضخم جاي عليك وانت اربعه في خط الظهر، فاحيانا بتكون مقلقه. وعموما كل لاعب متحفظ انه في الدور إن الدفاعي انت هتبقى المان بتاعك مين، او هتبقى مسؤوليتك لما يجي عليك اثنين. فلما بلاقي بقى لعيبه جايه من كل حته ما تبقاش عارف انت هتقف مع مين وتسيب مين وده بيظهر على فكره كمان عندهم في الضربات الثابته. يعني كان في هجمه كده في الشوط الاول، والجون الاول عندهم بتهيألي برده كان في الملامح العشوائيه دي. العشوائيه هو العشوائيه منهم وعشوائيه منا بصراحه. الاثنين يعني. بس فكره العشوائيه منهم في التمركز الدفاعي، انت في هجمه كده اللي هو اول هجمه الرمر ربيعه لما شاطها بدماغه دي كانت الكورنر، كل لاعيبه سيمبا على القائم الاول وكل لاعيبه الاهلي على القائم الثاني. يعني تحس ان هم كل واحد فيهم بيلعب في ملعب لوحده، فده عشوائيه انت تقدر تستغلها. ولكن برضه رامي ربيعه ما اجتش التصرف مع الكوره، كانت ممكن تكون الهدف الاول. فانت ماتش بكره هيكون فيه عشوائيه، هيكون فيه عشوائيه، بس عشوائيه مفيده للنادي الاهلي. هقول لك مفيده للنادي الاهلي، لان العشوائيه دي هتبان عندهم دفاعيا. انا زي ما توقعت، واقول لك ان فرقه سيمبا مش هتضغط عالي، مش هتمسك كوره كتير، هتتحفظ في نص ملعبها، هتستنى الاهلي، فهم طبعا هيتكتلوا، فانت هتبقى محتاج نوع من انواع الصبر ان انت تحاول تشد فرقه سيمبا لتحت، تخلي الباكات تتحرك. هل ممكن سيمبا يبقى في الكاونتر اتاك فكره انه ما يلعبش في حاله هجوميه مستمره او حاله ضغط عالي مستمر؟ هل فكره انه الفيرجن دي من سيمبا هل ممكن تبقى مرهقه للنادي الاهلي، او تبقى اخطر من النسخه اللي ظهرت في دار السلام؟
انا اتفق مع هذا الراي، لان عندهم لعيبه معينه زي شاما اللي هو لعيب الخطر جدا ده، وطبعا لويس مكسوني، وعندهم الاسترايكر كمان لعيبه بتعرف تمشي بالكوره. والملعب بوكو بتاع بوكو راس الحربه استاد القاهره ارضيته احلى من طبعا دار السلام. بس برضو خلينا نقول ان الصوره اللي احنا شفناها لا التصوير هي جوده التصوير يعني جوده التصوير مش جوده ملعب. بس لا يعني مقارنه بملاعب افريقيا لا ده يعني يعتبر من الملاعب. بس احنا بنتكلم ان انت لو هتلعب على الارض وهتمشي على الارض، فهي في مصلحتهم ان هم يلعبوا على المرتدات ويلعبوا على خطف الكرات الثابته. النادي الاهلي لازم، انا في تشكيل معين كده انا ممكن اقول بسرعه كده، لازم يلعب، ولو لعب بالتشكيل ده الاهلي هيعمل مشاكل دفاع، مشاكل هجوميه ليهم كتيره جدا. اتوقع يعني لو الاهلي لعب هاني، ياسر، منعم، معلول، مروان، كارتكاز، امام طبعا رجع وهيلعب اكيد الماتش بتاع بكره اساسي قدامه، رضا سليم، ما نعرفش حدش يعرف، رضا سليم، بيرسي تاو، واللي انت بتتمناه، لكن ده تمني، ده تمني. فالتمني هنا امام وموديست، امام قصدي ورضا سليم، الاثنين دول لو لعبوا على الجبهه اليمين بتاعتهم هيخلقوا شوارع لوحدهم، شوارع، لان امام لعيب كورته كويسه، بيعرف يعدي واحد على واحد، بيقرا المساحات كويس جدا، عارفين جاهز، كان عامل توأمه مع رضا سليم، ممكن يبقى مش جاهز، ممكن يبقى الراجل يعني بيقول لك ما راهنش عليه، اخاف وانا عندي لسه مشوار، ممكن يبقى في اربع ماتشات صعبين. خد بالك انت لو نجحت انك انت تعبر في من سيمبا بكره، انت هتقابل سان داونز، ومن بعد سان داونز باللي انا شفته من الماتشات الناحيه الثانيه انا شايف الوداد. الوداد فبالتالي هيبقى عندك اربع ماتشات من 28 ل 11، ماتشين سان داونز وماتشين وداد، فانت متخيل حجم المجهود. وسفريه مغرب، يعني سفريه لاقصى غرب القاره، وسفريه لاقصى جنوب القاره، فبالتالي ممكن في الحسابات تبقى داخله فيه مين يلعب ومين ما يلعبش النهارده. ممكن يريح منعم، ممكن يريح معلول، ممكن يريح امام، ممكن يريح رضا. هو يعني من اللي ظهر، خلي بالك يا احمد، في الماتش اللي فات ان اللي بيلعب دايما بيسد. انا في عجبني جدا كريم الدبيس. كريم الدبيس انا تاني يوم الماتش اخترته نجم المباراه. انا اتوقع لانه كريم كان بيلعب دور كويس قوي. أيوه. يعني فكره اللعيب اللي بياخد الكوره ويخش بيها ويقطم لعمق الملعب دي اصلا بيعملها علي معلوم، محدش بيعملها في مصر. دي حقيقه، يعني كريم كان عنده الشجاعه انه ياخد ويرقص ويدخل لعمق الملعب، وخلق منها فرصتين، فرصه بيرسي تاو، والفرصه الثانيه بتاع كهرباء كانت من رجل كريم الدبيس، وكان جاي من كباك ليفت. وكمان عجبني جدا على مستوى الدفاعي كريم. ما شاء الله في التدخلات الدفاعيه في ملعب افريقيا. أيوة. اراضي، اجواء، جمهور، ماتش، بطوله. انا بقابل علي ممكن في المناسبات كده، يعني ما اعرفش علي معرفه شخصيه، اللي انا هقوله عنه ده انطباع. علي لعيب روحه حلوه، انا ما عنديش شك انه ده ممكن يبقى بيعمله مع كريم الدبيس، ممكن يبقى بيعمله مع محمد ضوي كريستو، اللعيبه الصغيره اللي ممكن تبقى قريبه منه بحكم انه الضوي جاي من تونس زيه، وانه دبيس بيلعب في نفس المكان بتاعه. علي من اللعيبه اللي بتحتضن اللعيبه الصغيره، ممكن كتير جدا يبقى بيتكلم معاهم وبيديهم نصايح وبيقول لهم يتعاملوا ازاي في مواقف معينه، فده ممكن يكون بيساعد لعيبه زي كريم وزي كريستو. وكريم نفسه قال الكلام ده بعد مباراه الاسماعيلي اللي كان ما لعبهاش علي تقريبا. كانت مباراه الاسماعيلي. أيه. طلع واتكلم في الموضوع دوت، وقال ان دايما كان علي معلول حريص ان هو يتكلم معاه، وبيديله ثقه في نفسه بشكل كبير، وده اللي شفناه بصراحه. انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني، يعني مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله شناوي، بس هو فعلا ثقته في نفسه. انا في مباراه زي دي، يعني انا مثلا انا واحد للاسف بشجع يوفنتوس بره في اوروبا. للاسف ليه؟ ده اليوفي ده عظيم. المهم يوفنتوس كسب امبارح ميلان. في لعيب اسمه دراجون هويسل، مدافع نزل مكان جاتي اللي هو يعتبر المدافع الاساسي دلوقتي ليوفنتوس. هويس انها عنده 17 سنه، نزل لعب على رافائيل لياو. رافائيل لياو واحد من ابرز الاجنحه، طبعا افضل الاجنحه في العالم. طبعا انا كنت مقلق ان انت ده واحد من نجوم الدوري الايطالي، وانا الحقيقه بشوف واحد من نجوم الكره في اوروبا دلوقتي، افضل لاعب في الدوري الايطالي اخر سنتين. ساعتها كان عجبني جدا ثقته في نفسه، ورغم ان بنيانه مش قوي، ورغم ان فروقات كبير جدا ما بينه وما بين رافائيل لياو، لعب على الناحيتين، لعب مره على لياو، وطبعا كان ميلان مطرود منه واحد، ولعب الناحيه الثانيه على يونس موسى. اكرم توفيق في نفسه يعني. حمله، ده اللعيب الحمله زي ما بيقولوا عليها. فدي الحاجات اللي بتعجبني في اللعيب الشاب اللي طالع وعنده الثقه في نفسه. انا بلعب لنادي كبير، ففكره ان انا متواجد في نادي كبير لازم اكون اهل للثقه دي. اللعيبه اللي عملت كده لعيبه قلائل في الفتره اللي فاتت. كوكا عمل ده بالمناسبه. بالظبط، كوكا عمل ده، ما كنتش تحس بفرق كبير، بدليل ان لما امام عاشور اتصاب في مباراه الاسماعيلي كان بديله موجود في المنتخب هو. ما كان العين ما راحتش لحد تاني، لان الراجل دوت
يعني لفت نظر المدير الفني لمنتخب مصر. كوكا كمان فكره ان لما لعب باك ليفت مكان علي معلول في وقت من الاوقات لما كان مع موسيماني، احنا الناس كلها عارفين ان كوكا ده اللي بيتابع كوكا من الناشئين لاعب وسط لكن ما لعبش باك ليفت. لما لعب باك ليفت قدم مستوى عظيم في مباريات كتير، ابرزها كانت مباراه الاتحاد السكندري اللي خلصت 2-0 في اسكندريه. فدي من الحاجات اللي انا بحبها في اللاعب الشاب، سواء بقى هو بيبدا ان هو يتمرس الخبرات اللي بياخدها من اللعيبه اللي قبليه. مثلا واحد زي رامي ربيعه دلوقتي من قاده النادي الاهلي، رامي ربيعه اللي خلاه قائد النادي الاهلي وعنده الثقه دي في نفسه، انه لما بدا يطلع طلع مع عتاوله، يعني بلغه الكوره كده دول عتاوله في الكوره، طلع مع الجيل الذهبي زي ما بيقولوا. فبالتالي لما اللعيب بيبدا، ليونيل ميسي محدش، ميسي لما بدا يطلع في برشلونه ميسي كان حواليه رونالدينيو وهنري وديكو ويايا توري وتشافي وانيستا. ففكره ان اللعيبه دي بتقدر انك انت تاخد منها الخبرات وتقدر ان انت تكتسب منها اللي قدروا هم يكتسبوه في سنين كتير، ده اللي انا شفته الصراحه في كريم الدبيس. بص اللي انت بتقول عليه ده يعني جزء من سياسه او استراتيجيه للنادي الاهلي، فكره انه انت وانت بتدخل عناصر جديده في الفريق بتدخلها مع يعني هيكل الاساسي للفريق او العظم الاساسي للفريق ما بيتغيرش بين يوم وليله او بين سيزون والتاني. ما تقدرش تمشي 10 15 لعيب وتجيب 10 15 لعيب زي ما بقينا بنشوف. قصه مش قصه فلوس ولا قصه امكانيات، قصه اوضه لبس وقصه سميها اعراف سميها تقاليد سميها هويه ما بتتغيرش بين يوم وليله وما بتكتسبش في يوم وليله، لازم تحصل بالتدريج ولازم يبقى فيه زي ما بيقولوا كده انتقال سلس للسلطه، فاهم؟ جيل لما يسلم جيل تحس ان اوضه اللبس الثوابت بتاعتها ما اتغيرتش، وانه اللي داخل جديد يقدر يشرب من اللي قبل منه. هضيف على كلامك بس يا احمد حاجه واحده، ان لو جينا بصينا على السكواد الاساسي اصلا بتاع الاهلي كمان الشناوي، ان اللعيبه لو جيت خدتهم من ورا لقدام الشناوي ده ناشئ الاهلي، لا في ناشئين كتير جدا لعيبه السكواد الاساسي كمان. أيوة. احنا بنتكلم في محمد هاني في نص الملعب، هتلاقي ان عندك كوكا. أيوة. هتلاقي كريم نيدفيد، هتلاقي كهربا. كل اللعيبه دي ناشئين اهلي. أيوة. فده احمد عبد القادر، احمد عبد القادر. فده ان دل فيدل على ان برضو اللعيبه دي، اصل معظم الناس بتتكلم والنادي وبيجيب لعيبه مش عارف، لا كل لعيبه العالم بتجيب لعيبه. لو بصيت على برشلونه هتلاقيه شاري تلتين الفرقه، لو بصيت على الريال هتلاقيه شاري تلتين كل العالم. بس خلي بالك النهارده احمد، هو الموضوع ده بيبقى في مصلحه الناشئ اكتر من الفرقه نفسها. دايما الناشئ او اللاعب الصغير اللي ما عندوش خبره لما يلعب وسط قوان او فرقه ما فيهاش مشاكل ده بيبقى في مصلحته. أيوة. اولا بيبقى اقل عرضه للاخطاء. حاجه شناوي بمنتهى الصراحه، هو اللعيبه اللي بتيجي الاهلي بتيجي عشان الاهلي مقدم فلوس، يعني بتكلم ماده اكبر عرض؟ لا صح؟ لا مش طول الوقت الاهلي بيقدم، مش طول الوقت الاهلي وممكن اوقات كتير جدا لعيبه في الاهلي تبقى موجوده في الاهلي ويجي لها عرض من بره الاهلي بثلاث واربع اضعاف وما ترضاش. فالقصه عشان بس انا اتمنى الموضوع ده يتحسن بقى وما نتكلمش فيه تاني. احنا دلوقتي في عصر احتراف والمصلحه بتحكم، مصلحه النادي اللي بيبيع، مصلحه النادي اللي بيشتري، ومصلحه اللاعب ابدا قبل كل ده. مفيش لاعب في الدنيا هيلعب لنادي غصب عنه. بالظبط. انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، في مصر دلوقتي ما بقاش الاهلي والزمالك هم القوه الشرائيه، قوتين شرائيين بس في الدوري المصري. انت بقى عندك بيراميدز قوه شرائيه، عندك البنك الاهلي، عندك سيراميكا، عندك البنك الاهلي عمل صفقات اغلى من الصفقات، يعني اغلى من وبيدفع مرتبات عاليه جدا. البنك الاهلي اللي هو يعتبر متزايل الجدول هو بيدفع مرتبات بال 13 وال 15 مليون. فيوتشر برضه نفس الحكايه، فيوتشر كذلك بيدفع نفس المرتبات. فاركو اعتقد برضه عندها عقود كويسه. بالظبط. بس اللي بتلاقيه في النادي الاهلي، اللي بتلاقيه في النادي الاهلي هو حاجات هي مش موجوده عند ناس تانية. اولا بتلاقي الشعبيه، ثانيا تتويج، ثالثا انت بتاخد فلوسك معادها، رابعا انت بتاخد قيمه، انت التيشيرت فعلا بيتقل. واقول لك حاجه كمان، يعني ده ينطبق على 99% من نجوم النجوم الاهلي. صحيح انا متفق مع حماده انك انت هتعمل تاريخ، هتكتب اسم، كل حاجه، هتطلع مبطل كوره قادر تروح مجالات تانية كتير جدا، شعبيه وحب جماهير، وده يمكن يجي نمره واحد قبل اي حاجه في الدنيا. فلوس اعتقد برضو موجوده في الاهلي بشكل مرضي جدا، لكن الاهم من ده انه مدرسه الاهلي بتدي مساحه للعيب انه يتطور على كل المستويات، يتطور عقليا وذهنيا نفسيا، يتطور بدنيا، يتطور فنيا، يتطور مهاريا. وبصوا شوف الاساطير اللي خرجت او بطلت كوره في الاهلي كانت جايه في الاهلي، مش تقليل منهم طبعا لان هم دي حاجه تحسب ليهم، بالعكس حاجه تحسب لعقليتهم ان هم ما جوش الاهلي قالوا احنا حققنا حلمنا بان احنا نلبس فانيله النادي الاهلي، لا دول ابتدوا من الصفر وقالوا احنا بنبدا مشوار جديد. بالزبط. ومع الاهلي كبروا لغايه لما بقوا اساطير
حدث ولا حرج. انا يعني مش عايز اقول حد عشان ما استثنيش او ما انساش حد تاني، لكن كتير جدا حالات جت الاهلي كانت صحيح لعيبه كره كويسه لكنها في الاهلي اساطير اكيد. ودايما فكره ان الاهلي اسم بيسوق نفسه، الجمله دي يعني اللي كان قالها قبل كده كان كابتن حسام غالي، يعني كان في مؤتمر ما، كنت كلام بسيط كده كان جمع بيني وما بينه، كنا بنتكلم على موضوع تسويق النادي والكلام ده من سنتين مثلا، كان قبل حتى كان كابتن حسام غالي يكون متواجد في مجلس الاداره. كان ساعتها قال لي اسم الاهلي بيسوق نفسه، مش محتاج ان حد يسوق له، فكره انك انت عالم الاهلي بيسوق نفسه. فالجمله دي تنطبق على حاجات كتير جدا، ان اسم الاهلي بيسوق نفسه ده ان انت بمجرد ما بيرتبط اسمك بس بالاهلي انت تسوق، يعني انت كلاعب كوره بشكل عام لو في الدوري المصري او ايا كان جنبنا، بمجرد ما بيرتبط اسمك بالاهلي ارتباط بس ان الاهلي بيهتم بيك انت تسوقت خلاص، انت كده اتعمل لك بروباجندا ما تحلمش بيها. بجانب كمان اللي انت قلته فعلا يا احمد، هي فكره ان اللعيبه دي لما بتوصل الاهلي مش مساله ان انا اكتفيت بان انا لعبت الاهلي حققت حلمي، لا انا احقق حلمي بان انا اخلي الجمهور اثبت له ان انا فعلا جاي الاهلي علشان خاطر ان انا هموت نفسي علشان يوم ما تبطل كوره في الاهلي او حتى بره الاهلي الناس عمرها ما تنسى اسم دي يعني حقيقة. فكرة دي حقيقة. انك انت تخلد الاسم دي في حد ذاتها، احنا في انا في نجوم انا ما شفتهمش بيلعبوا كورة اسمائهم عايشة لغاية النهاردة، دي حقيقة. في حاجة كمان انا عايز اتكلم فيها يا احمد، هي فكرة ان انت وانت في الاهلي القليل منك كتير، بره الاهلي الكتير منك قليل. اكس من الناس كانت موجودة في النادي الاهلي السنة اللي فاتت عمل افضل موسم رقمي له في تاريخه. فين الاهتمام الاعلامي؟ مفيش. فين انضمام المنتخب مصر؟ مفيش. ليه؟ لان انت مش بتلعب في نادي مؤهل ان هو يخليك تلعب لمنتخب مصر. هي فكره ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت بتحتك باعلى المستويات، مظبوط. بتلعب كاس عالم انديه، بتلعب سوبر ليج، بتلعب دوري خبرات أفريقيا. وضغوط كبيره جدا مش هتتعرض ليها في اي حته. ككوتش لمدير فني مثلا لمنتخب مصر، لا انا عايز اللعيب اللي مجرب، عايز اللعيب اللي شاف الفيلم ده اكتر من مره. فانا بالنسبه لي اروح للنادي الاهلي، لدرجه ان هو راح لاحمد نبيل كوكا اللي هو لسه خبرته في الحياه كلاعب كوره ما تعدتش ال 30 ماتش، بس انا عارف ان ال 30 ماتش دول يساووا بره اكتر من 100 ماتش. فاذا اللاعب الاكس ده عمل احسن مواسمه على الاطلاق رقميا وما راحش منتخب مصر، ما كانش فيه اهتمام اعلامي. فاذا وانت في النادي الاهلي القليل منك يساوي كتير، تاخد اهتمام، تاخد شو كبير، الناس كلها دايما بتركز معاك، الناس دايما بتحاول ان هي تكبرك تخليك رقم واحد. فاذا في النادي الاهلي بتلاقي حاجات هي مش بس بتلاقيها تقدير مادي، لان انت فعلا ممكن تاخد فلوس كتير بره النادي الاهلي، تاخد كمان اضعاف المرتب اللي ممكن تاخده في النادي الاهلي، بس اللي عملوه لك النادي الاهلي لا يقدر بثمن ابدا. صحيح. طيب هرجع معاكم بقى بعد مظاهره حب في النادي الاهلي لماتش بكره. يعني لو كلمت عن محاور الاداء، دايما انا بشوف القلب النابض ده اللعيب اللي بيحرك الفرقه، اللي هو اللي تقدر تقول عليه ايه، لو في يومه والغزاله رايقه زي ما بيقولوا، بتلاقي الفريق كله شعله نشاط وتحركات وفي حاله انسجام وحاله يعني نوبه فوقان كده، وتلاقي الجيم حلو جدا. ولو العكس صحيح بتلاقي الدنيا يعني نايمه خالص. تقدر تقول انا يا بشوف انه في الاهلي ممكن الاثنين اللي ممكن يكونوا بيعملوا ده لو في حالتهم قفشه وامام، الاثنين دول لما بيبقوا فايقين جدا الفرقه كلها بتبقى فايقه. هل في لعيب سيمبا تقدر تقول عليه محور اداء؟ يعني عندهم لعيبه كويسه، عندهم لعيبه مصادر خطور، لكن في لعيب اللي هو ضابط الايقاع ده اللي تقدر تقول عليه انه لو ده وقف او حددت من خطورته الفريق كله او بقيه العناصر كلها فقدت جزء كبير من خطورتها؟ انا ممكن اكون اونانا شويه، اللي هو اللعيب الوسط اللي هو الشعر الاصفر كان طالع في المؤتمر. اونانا لعيب بدنيا قوي، لعيب عنده خبرات كبيره مع الفريق بشكل عام، كان بيلعب في يانج افريكانز كمان، عنده ده خاين وعميل لكن يعني ده هيشوف اللي هيحصل النهارده، هيحصل بكره ويروح يقلهم في تنزانيا يانج افريكانز وسيمبا. ده لعب كان بدايته في يانج افريكانز، ده لعيب كويس برضه، وشامه واحد برضه من اللعيبه ده كان ظهر كمان في المباراه اللي فاتت، بس انا اصل اللعيبه اللي ما كانش حد سلط الضوء عليها اكتر، يعني واحد زي اونانا ده. وانا هضيف بس كمان يا احمد على اللي انت بتقولهم، بيرسي تاو على اللعيبه بتاعت الاهلي. بيرسي تاو هو كمان الماتش اللي فات ما كانش في حالته قوي، بيرسي تاو يعني لو في حالته قوي يبقى مفيد للاهلي ولنفسه هجوميا، لكن ملوش علاقه ببقيه عناصر ما يحركش الفرقه. ما يحركش الفرقه يعني. لكن انا اقصد هي فكره ان هو ما كانش في حالته بس الماتش اللي فات، لكن ان شاء الله مستنيين منه المختلف بكره. قفشه تحديدا بقى، وعايز يعني اقف شويه عند قفشه. قفشه اتظلم جدا بعد الماتش اللي فات، محدش اشاد بقفشه الاشاده اللي استحقها. انا اشدت بيه
تغييرك يا احمد انت كده كده الديفور اصلا. لا انا اقصد ما خدش الاشاده الكبيره. يكفي ان انا اشدت طبعا. لكن اللي اقصده ان قفشه فعلا قدم مباراه كبيره جدا وتصرفات قفشه في الكوره وهي معاه ومش وهي معاه وقبل ما الكوره تجي له والاسكان اللي كان بيعمله للملعب بمجرد ما الكوره كانت بتوصل لقفشه كانت بتخرج بدقه وبتايمنج ممتاز جدا للعيبة الهجوم لولا بس سوء التوفيق وسوء التصرف من اللعيبة عندنا في الخط الأمامي. لكن قفشة كان حلقة وصل ممتازة ما حسسكش بفرق ان انت مثلا الثلاثية اللي كانت كنت بقول النهاردة لولا ان كولر فكر بس انه يأمن لما حس انه الجيم بيروح بالزبط. او انه كان زمان قفشة لسه مكمل الماتش بالظبط. لكن ردا على سؤالك فعلا هضيف بس هو شامة لان شامة طبعا في المباراة اللي فاتت كان برضو عنصر مهم جدا ويعني بطبيعة الحال لويس ميكسوني. لويس ميكسوني هو انا عايز اتكلم في حته بيرسي تاول اللي انت قلت جمله مهمه جدا فكره أي. ان هو على المستوى الفردي ليه هو لو الغزاله رايقه بتفرق معاه على المستوى الشخصي مزبوط. دي جمله على فكره ذكيه في ماتشات كتيره جدا السيزون اللي فات تحديدا ممكن تلاقي السكواد كله مش يعني مش يمنى بس بيرسي تاول بصرف النظر عن النتيجه خلصت كام او يعني الماتش نتيجته بقى اهلي كسب اهلي تعادل اهلي خسر لكن بيرسي تاول وهو فايق ممكن يكون بيشتغل لوحده يعني بالزبط. هو اللي منور في الفرقه كلها قصدي ايه بقى بس ده اللي بقوله بقى ما يشدش ما يشدش الفرقه لا انا قصدي بقى فكره ان بيرسي تاول في العادي بتاعه هو دايما لعيب مساعد لعيب سبورت دايما هو دايما وانت بتعمل بيلد اب من تحت دايما تلاقي بينزل يتحرك يشد مع الباك لتحت يدخل للعمق يكمل يخش جوه كمهاجم تاني فهو دايما بيحاول يوفر نفسه لاي حد عشان يساعده وكمان لما بينزل عشان يساعدك في عمليه البيلد اب بيكون مفيد جدا ده العادي بتاع بيرسي تاو انما لما بتكون الغزاله رايقه فكره بقى الواحد على واحد تلاقيه مركز فكره مثلا لا امتى اشوط امتى اتحرك امتى اطلب الكوره مثلا في المساحه كل ده لما بيكون بيرسي تاو مركز والغزاله عنده رايقه بتلاقيه على المستوى الرقمي والتهديفي كويس جدا صحيح فبيرسي تاو طيب يلا نكمل بيرسي تاو فبيرسي تاو بالنسبه لي لو هو مركز في ماتش بكره اعتقد ان هو ممكن يسجل مش بس هدف يقدر يسجل اكتر من هدف كمان طيب عندي مقارنه كده لاحظتها مش بس مرتبطه بالاهلي وسيمبا مرتبطه بالسيزون ده اغلب ماتشات السيزون ده اللي كان موجود فيها امام ومعلول ورضا او الشحات قبل يعني بما انه رضا لعب اخر ماتش او الشحات لما كان موجود وبين ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني انه غالبا الناحيه بتاعت الناحيه الشمال اللي هي امام ومعلول والشحات او رضا لما بيلعب يعني تحركاتهم فيها انسجام اكتر بكتير جدا لدرجه انه انا بحس اوقات كتير جدا انه هاني وديانج اوقات بيتلخبطوا مع بعض سواء في التكمله الهجوميه او انه بيرسي تاو لما بيسقط في نص الملعب فديانج بيزيد ياخد الحته اليمين دي المفترض تبقى فاضيه فاوقات كتير جدا لاحظت الجزئيه دي وهل القصه ممكن تتغير لو في تركيبه مختلفه ولا قصه شغل اكتر تدريب اكتر انسجام اكتر اعتقد مش عارف انتوا متفقين معايا في الملاحظه ولا لا متفق فيها في حوار ان الانسجام اللي كان ما بين رضا وما بين امام في الماتشين ثلاثه اللي لعبوهم اساسيين تحديدا مباراه المصري ان هم ما لعبوش مع بعض يعني مره لعبوا كتير في مباراه المصري وكمان في المباراه بتاعه الاسماعيلي اللي قبل ما كان يتصاب امام كان حسين برضو امام كان ما بينهم ثنائيه مميزه جدا مختلفه الناحيه الثانيه لان دايما انا بشوف ان بيرسي تاو مش لاعب خط يعني بيرسي تاو بيكون دايما لاعب قطري لو جينا بصينا لمباراه الرجاء السنه اللي فاتت بيرسي تاو الكوره اللي عملها لحمدي فتحي هو اصلا جناح يمين هو عامل الكوره من الهاف سبيس اللي كانت في الشمال عمل له التشيب باص اللي ما بين الاثنين لعيبه فدي ممكن تكون بتخلق شويه لخبطه ما بينه هو وما بين ديانج في الوقت اللي هاني بيقدر يطلع يعمل الاوفرلابنج فيه فوقت ما هاني بيقدر يطلع يعمل الاوفرلاب المفروض ان ديانج او بيرسي موجودين تحت على الـ على الـ على الايم القريب علشان اللي جاي زي يعني الله يرحمه كابتن حماده امام القادمون من الخلف فبالتالي دي في لخبطه دايما انت مش عارف مين هو اللي عنده الواجب الاساسي ان هو يعمل ده ومين اللي هيغطي هاني طبعا في المرتدات في الوقت ده طيب. فدي يمكن الجبهه دي فيها لخبطه عموما فيها لخبطه الجبهه دي فيها لخبطه بشكل كبير انا من وجهه نظر انا شايف اللخبطه دي جايه هي مش لخبطه بالمعنى التوظيفي او ان التوظيف مين يكمل ومين ما يكملش على قد ما هي مرتبطه بفكره الجوده يعني لما تيجي تقارن الجبهتين ببعض انا متفق بنسبه 100% ان الجبهه الشمال طبعا متفوقه وكاسحه بس لما تيجي تقارن الاسماء علي معلول محمد هاني في الحته الهجوميه طبعا علي معلول لما تيجي تتكلم على مستوى التقني واتخاذ الافكار او اتخاذ القرارات عموما امام لا يتفوق على اليو ديانج كمان رضا وحسين الشحات رضا سليم وحسين الشحات عايشين حاله برضو كويسه جدا فانت بتتكلم ان كل عناصر المثلث كلهم في افضل حالاتهم فطبيعي
جدا 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 ان اي جبهه تقابلهم لا يعني صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا الجبهه دي. يمكن من البدايه اتكلمنا كمان ان فكره ان الجبهه دي لا جبهه مرعبه صحيح. واحيانا لما بتكون جبهه هجوميه متطرفه الجبهه العكسيه لازم تكون بتامن بعض طيب. الشيء عشان معايا دقيقتين هقول ماتش بكره ماتش مين لو منعم جاهز منعم وياسر ولا منعم وربيعه منعم وياسر لا انا منعم وياسر لا برضو انا منعم وياسر لا انا اصلا انا جت في بالي ماتش كوكا ولا مروان عطيه لا مروان ماتش مروان انا برضو متفق في مروان ان مروان يبدا اساسي ماتش معلول ولا الدبيس لا معلول بقى لو جاهز بنسبه 100% معلول معلول ماتش كهربا ولا مودست وجهه نظري مودست انا برضو وجهه نظري مودست يعني عشان الحاله اللي بيعيشها كهربا الفتره اللي فاتت محتاج ان هو يركز اكتر شويه صحيح. على كل حال كل التوفيق تابعنا كل يعني اللحظات الاخيره في استعدادات الفرقتين ويهمنا بكره ان شاء الله والمتاكدين ان شاء الله الاهلي يقدم عرض كبير ده مهم جدا في كل مبارياته بصرف النظر عن طبيعه المنافسه وبصرف النظر عن منافس محتاجين نشبع من الاهلي كوره حلوه السنه دي والاهم من ده ان شاء الله نحقق الهدف والغرض من ماتش بكره ونتاهل لمواجهه غالبا يعني توقعاتي سان داونز اللي تاهل بنسبه كبيره جدا صعب قوي بيترو اتلتيكو يعمل ريمونتادا في بريتوريا او في جنوب افريقيا فبالتالي ان شاء الله بعد تجاوز سيمبا يكون لينا كلام عن دور قبل النهائي يبقى الاهلي وسان داونز هكذا نتمناها ان شاء الله. بشكر نادي شبانه بشكر عماد الشناوي شرفتونا ونورتونا بشكرك وان شاء الله باذن الله بكره نكسب نستريح يعني ان شاء الله متفائل ان شاء الله باذن الله بشكر حضراتكم على المتابعه تحياتي لكم.